المباراة ديال الديربي. تفضل 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 يا اخي، ما باغي حتى كنسجلوا باش ما نغلطوا ما نخلطوش شي مع الشيء حسنوي. تفضل يا اخي. هاتكم تتكلموا على فريق الرجاء، تتكلموا على الجماعه. ايوا تكلمنا على فريق الرجاء، تكلمنا على الاجتماع ديال المكتب، تكلمنا على الوداد حسنوي. دابا نمشيو للمباراه، دابا ندخل في المباراه باش تبقى اي واحد. تفضل يا اخي حبيبك، تفضل. قلت عليه بالنسبه للمقابله ديال الديربي، ناكدوا بان الزرغوني ما غيكونش حاضر، انه يعني ما كان حتى شي قرار ديال الغاء العقوبه ديالو. فريق رجاء الرياضي الا شتي التركيبه البشريه اللي عنده اللي كيتوفر عليها حاليا، انا ما هيش واحد يقول لي بان التركيبه الحاليه ضعيفه. بالضبط واحد 90% من المراكز راه فيهم دراري اللي مزيانين. حراسه المرمى كما قلت لك انس من خيرات الحراس على المستوى الافريقي الان. في الراكس ديال الدفاع عندك مقدم وعندك حركاس، الظهير الايمن البداوي، انت الجهه اليسرى بن تايك، يمكن نقول لك بن تايك ديك 60% هذا لان دفاعيا كيعاني. في وسط الميدان ما كتكلم على اهولو، لعاب اللي خدا بلاصتو خدا رسميتو، عنده امكانيات جد محترمه. شكون اللي كاين معاه؟ عبد الاله واش غيشكي واحد في القيمه ديالو والاضافه اللي كيعطيها؟ كان زريده، كان مقعازي، كان صبار. الهجوم خبرة مؤشرات اكثر من ايجابيه، مع بوزوق الصفقه اللي كانت ناجحه لفريق الرجاء الرياضي، ويناقش اللاعب زكريا الهبطي ويناقش. هذا الشيء اللي ضفنا ليه الطف الزرهوني اللي جا حتى هو ترك اللمسه ديالو. اذن راه لان فاش بعض المرات كنفتحوا النقاش، التركيبه انا بان لي راه التركيبه ديال الرجاء راه مزيانه. فكنقول لك واحد، عطيتك واحد النسبه ديال 80% ولا هذا، راه مزيانه التركيبه البشريه. اكيد الوجه اللي كيقدموا الرجاء افريقيا ماشي هو الوجه اللي كيقدموا محليا. علاش؟ لان نفهموا واحد القناعه، البطوله الوطنيه اقوى من دوري ابطال افريقيا. حتى الادوار ديال النصف ولا ديال هكا كنقول لك، حتى الدور ديال النصف راه باش تلعب في البطوله وتنتصر على افريقيا راه صعيب، راه تمشي تنتصر على افريقيا في افريقيا، ولكن البطوله ما سهلاش. والدليل على ذلك غنمشيو لمصطفى الافريقي ديالنا اليوم، اللي مشي للفرقه اللي تصدر الجيش الملكي، وشوف واش تعثرات في البطوله هذا العام ولا ما تعثراتش. سير الفريق الوداد ديال المركز الثاني، شوف واش تعثر في البطوله ما تعثرش. سير الفريق الرجاء الرياضي، شوف واش تعثر ولا ما تعثرش. الفتح واش تعثر ولا ما تعثرش. اذا راه ما عندناش ماشي فرقه في البطوله اللي كتقدر تقدر لك واحد سته الانتصارات من سبعه ولا سبعه، ما كايناش. راه فرقه كاع كدير اربعه الانتصارات كتجيب تعادل، خمسه الانتصارات تعادل ولا هزيمه. وهذا كبير لان حتى الايقاع ديال البطوله صعيب، لان المدرب كيسدوا اللعب ما كيعطيوش المساحات، وكل واحد كيتقاتل على جهده. لك كلمه اخي مصطفى. واحد التعليق ديال واحد السيد، السي احمد الصالحي، قال لك سي مالك مع الرجاء سي بدير، اش دارت لك ما حملهاش؟ شوف اخويا، انا اللي دافع على هاد اللعب الضعيف اللي كتشوفوه امامك، اللي دافع على الرجاء بزاف هو انا. وانا واحد القضيه دير بالك، انا الرجاء لا ترتبط باشخاص اخويا، انا كنت اتكلم على مؤسسه. انا ما كنعرفش الاشخاص اخويا، باش نقولها لك، باش تكون، باش ديرها ببالك. انا احترم الجمهور ديال فريق الرجاء الرياضي احترام له كبير، وكيعرفوني راني صريح، وما عنديش مع التملاق، وما عنديش مع الصبيغ، وما عنديش مع الحيس الكابا، ما كنعرفش ليه، انا ما كنعرفش هذاك الشيء. انا دابا تجي انت كتلوح لي هاد الهضره، مالك ما حاملهاش الرجاء؟ بالعكس، الرجاء اللي دافع عليها بزاف، انا عبد الربي كندافع عليها دائما ومازال كندافع عليها، ولكن كنتكلم مع فريق الرجاء الرياضي، ماشي الرجاء الرياضي، مع جميع الفرق كمؤسسات وليس كاشخاص. الاشخاص ما كنعرفهمش، باش نكون معك واضح. سي حسناوي، المباراه ديال فريق الرجاء الرياضي، كنظن انت تكلمت على واحد الحاجه مهمه. الرجاء الرياضي يتوفر على تشكيله اللي هي قويه حسناوي، وهاد القوة ملي كيستمد في المجموعة ديالو. أنا كنظن فريق الرجاء الرياضي كل جا في هذيك الفترة الحسناوي الأولى اللي كان فيها مشاكل، ما كانش فيها انسجام، يقدر يلقى مشاكل حسناوي مع ويجي في هذاك الوقت ويلعب مع الوداد. أنا أقول لك حسناوي فريق الرجاء الرياضي لقى مشاكل اللي هي كبيرة، ويقدر كاع ينهزم في هذيك المباراة. ولكن الآن فريق الرجاء الرياضي عنده قوة حسناوي، صعيب تنتصر على فريق الرجاء الرياضي بكل صراحة. عنده دفاع اللي هو قوي، عنده حارس اللي هو جيد، عنده وسط الميدان تتكلمتي على اولو، حتى وليد الصبار ولا كيلقى بدا كيدير هذيك لا ريكيبيراسيون ديالو، ولا كيلقى التوازن ديالو. تكلمتي على الحافظي، كذلك المستوى ديالو ورجع. صحيح كان الغياب ديال الزرعوني اللي كان ربما يعطي الاضافه لفريق الرجاء الرياضي، ما تنساوش كذلك المشاكس خابه اللي كيبقى من
من بين اللاعبين القويين اللي يقدر يخلق مشكل الدفاع ديال الفريق ديال الوداد. لاعب خابه واخا لان لاعب اللي هو مقاتل، لاعب اللي هو محارب بكل صراحه. فريق الرجاء الرياضي لحد الان فريق اللي هو قوي يا اخوان، رغم انه ما حصلش على بعض النقاط في بعض المباريات، ولكن من اللي كيظن بان فريق الرجاء الرياضي راه سهل الاجتياز ديالو غدا راه خطأ مع راسه. راه هو كي كي راه كي ولكن كنحترم الاراء ديال الاخوان اللي كيتكلموا كنحترموها، ولكن الرجاء الحسنوي الان يتوفر على مجموعه قويه منسجمه. المدرب كان عنده الفضل الكبير حسنوي باش يخلق هذا الانسجام. انت تكلمت على واحد اللاعب اللي هو مهم، بوزوق، اللي كيبقى من اهم العناصر اللي قويه الفريق الرجاء الرياضي. المشكله الحسنوي اللي عنده عنده في جوج لاعبين اللي خصهم يردوا البال ديالو، كاين ليليا غوش الجناح الايسر بن تيك اللي خصو يرد بالو. كنعرفوا الاجنحه ديال الفريق ديال الوداد الرياضي كنعرفوا كتتسم بواحد السرعه عاليه كبيره، وكاين الهبطي. الهبطي خصو يلعب للمجموعه الحسنوي، هذا هو هذه هي لي فاي ديال الفريق الرجاء. لا جيتي غادي تشوف لا ديفون شارنيير اللي كاينه في كان المقدم وحركاس راه مزيانه حسناوي هذا الدفاع. اذا في الحال كنعرفوا الزنيتي حسناوي ما نحتاجوش، راه بعض المرات راه كيصبح حتى هو كمدافع متاخر ملي كيكون دفاع حسناوي لو بلوك كيكون با شويه، كيكون كنلقاو الزنيتي كيكون يعني كمدافع كذلك متاخر، ولاعب كيلعب حارس كيلعب الكره برجليه مزيان. كنظن فريق الرجاء الرياضي يتوفر على مجموعه متجانسه قويه، رغم المرتبه اللي كتحتلها اللي جات من طرف يعني واحد المرحله اللي كان فيها الانسجام ما كانش فيها لاعبين، كان عده امور اللي خلاته يضيع عدد كبير من النقاط. ولكن اللي كما قلت فريق الرجاء الرياضي سيكون يعني فريق اللي هو قوي يوم الغد. نمشيو للوداد الرياضي الحسناوي. الوداد الرياضي اللي غادي نتكلموا حتى هو فريق الوداد الرياضي فهو يمر بواحد المرحله واحد الانتعاشه اللي هي كبيره حسناوي على صعيد النتائج، لا على مستوى ديال البطوله، لا على مستوى ديال كاس العرش، لا على مستوى ديال عصبه ابطال افريقيا، استرجع كذلك اللاعبين ديالو. المباريات اللي شتها ديال الفريق ديال الوداد فهو ينتصر حسناوي باقل جهد صراحه، هي هذه لان شفنا كنشوف المباريات ديالو كيكملهم بواحد لو ريتم اللي هو مزيان. المجيء ديال المدرب فهو عطى كما قلت عطى واحد التوازن كبير للفرق ديال الوداد. وما نساوش ان اللاعب كاينين بعض اللاعبين الفرق ديال الوداد فهما هما اللي مفاتيح ديال اللاعب. ملي كتكلم على الحسوري كتكلم على زهير المترجي كتكلم على كذلك وسط الميدان اللي كتكون الجعدي الحضور ديالو، كذلك الجعدي اللي بعض الناس اللي كان كيلومو كيقول بانه لا يصلح الفرق ديال الوداد وبان الغياب ديالو. فان الفرق ديال الوداد ملي كنشوفوا جبران والداودي كيوقع مشكل اللي هو كبير في الوسط الميدان، والحضور ديال الجعدي كيبقى حضور اليوم مميز لان اللاعب اللي كيعطيك ديك استحتاوي ديك الراحه ديال الوسط الميدان كتلقاه كياخذ الكره وكيدبرها بواحد الشكل كبير كيحل اللعب كما كنقولوا. اذا الفرق ديال الوداد حتى هو الفريق اللي قوي. انا الان غدا حتى ما تقدرش الان دابا شي واحد ما تقدرش تنبأ بالنسبه لفريق الوداد الرياضي ولا الطريقه اللي يمكن تدبر بها المقابله. كنذكر بان الطاقم التحكيمي رضوان جيد كحكم ساحه والسامي الكزاز كحكم يعني ديال غرفه الفار. المقابله غتعرف حضور الجماهير ديال فريق الرجاء الرياضي فقط بالنظر لان الجماهير الوداديه فاصل وينز على المقاطعه ديالو لهذا اللقاء، وكان يعني الفاصل وينز زاروا اليوم يعني اللاعبين وحفزوهم يعني بعد الافطار في المركب ديال الجلول. هو بالنسبه لفريق الوداد الرياضي هو نسق تصاعدي. لاحظتي معايا منذ بدايه الموسم يعني الوداد ما ظهرش بهذاك المستوى اللي كان متوقع. هذا امر طبيعي. علاش؟ لان اولا الوداد ما حبش العام كامل تيبقى كيلعبوا يا مصطفى يعني، وحتى المرحله اللي كانت واحد جوج ديال الاسابيع ولا ثلاثه يمكن يستريحوا فيهم، كانوا عندهم مجموعه من اللاعبين مع المنتخب المحلي مع المنتخبات الوطنيه. اذا لي بيري ديال الفريق ما استراحوش. كتكلم على رضا، كتكلم على عطيه الله، كتكلم على يحيى جبران، كتكلم على ايمن الحسوني، على رضا الجعدي، على ايوب العبيد، ما وقفوش. يعني هذاك الشيء اثر عليهم مع بدايه الموسم، وكانت كتبان لك الوداد الايقاع ديالها كيمشي بواحد الطريقه اللي هي بطيئه جدا. ولكن من بعد
يعني المجيء ديال غاريدو روحي ده واحد التحسن هو مع عبد الاله، واحد التطور يعني كبير في المردود ديال فريق الوداد، ولات كتلعب بهذيك السرعه، السرعه في بناء الهجمه، السرعه في التحول من وضعيه الدفاع لوضعيه الهجوم، وتوالت نتائج ايجابيه. ما ننساش بان الوداد في المرحله ديال دور الربع بعد الهزيمه امام شيبه القبائل، يعني الشكوك بدات كتحوم حول واش الفريق عنده القدره باش يمر لدور الربع، ولكن جاءت الانتفاضه كالعاده. والشيء اللي كان وقع السنه الماضيه، السنه الماضيه لاحظنا بانه في البدايه كانت ديك الهزيمه يعني في انغولا امام يعني الفريق ديال بيترو اللي دخلت الشك، ثم كيجي الوداد كينتفض كينتصر على التصر على الزمالك الي روتور، كينتصر هنا على بيترو بخمسه، كيمشيو للساغرادا كذلك كيديروا نتيجه ايجابيه للانغولا امام الساغرادا وكيديروا نتيجه ايجابيه. بدا الايقاع يوم غد اكيد الغياب ديال الجمهور غيكون عنده تاثير هذا الشيء، ولكن كيبقى واحد المعطى وان اللعابه الوداد يعني كلهم مصطفى الغالبيه العظمى يعني لعبات تحت الضغط ديال الجمهور ومولفين ومستانسين بهذوك الاجواء، غادي نشوفوا باي حال سيظهر الغياب اللي كاين هو السي محمد ونجم اللي خارج من القائمه بعدو غاريدو ما حضرش، ان ونجم كيلعب في البوست ديال بوسفيان، بوسفيان نقول لك بهذا خدم على راسو وتحسن بشكل كبير، ولا سولتيني علاش غاريدو ولا حتى النفطي كان كيفضل بوسفيان مصطفى على محمد ونجم، وتا غاريدو غنقول لك علاش، لان بوسفيان اللياقه البدنيه ديالو اكبر وكيمزج بين الادوار الدفاعيه والادوار الهجوميه، ونجم كان هو ما تقبلش جلوس في مقاعد البدلاء، فغاريدو يعني بعدو على المجموعه، علما ان المنافسه اليوم داخل الوداد مصطفى الاجنحه راه صعيبه بزاف، لان بالعوده ديال الزهير وعندك بوهره وعندك بوسفيان ومؤيد اللافي واسماعيل مترجي، يعني راه فهاداك الجناب راه دابا عندك واحد سبعه ديال اللعابه، ضروري ما واحد اللاعب ما غيولاش ما غتكون فوكاوش وغيكونوا خارج القائمه، هذا منطقي، ولكن ما تنساش ان السي محمد ونجم لاعب اللي مجرب وكيكون حاسم مصطفى في اللقاءات الكبيره، والقوه ديال ونجم راه عطيك دابا راه في البطوله الاجنحه ديالنا راه هو ما لعبش بزاف ديال العام، ولكن التمريرات اللي عطا ما عطاهم حتى شي لاعب في البلاصه ديالو على المستوى الوطني يعني الدوري الاحترافي هذه السنه هذه، لانه هو كيلعب باللمسه الواحده كيشد الكره في الجناب، عنده ديك الدقه في التمرير، كيعطي العرضيات على المقاص، راه عين المقابله ديال فيتا كلوب هنا في دونور بعد ما استعصى على الوداد انها توصل الشباك، بمجرد ما دخل ونجم عطى الحركيه، لانه كيعرف يصطاد ضربه جزاء كيخترق، وكما قلت نقطه القوه ديالو هو ديك العرضيات كيعطيهم الصامبو على هذا. عموما تشكيل الوداد هضرنا عليه ديجا، حتى الوداد عندها مفاتيح ديال القوه وعندها لاعبين مجربين وعندها يعني كذلك اش غادي نقول ذاك الدافع، ان الوداد غدا كتلعب بجوج ديال الاحتمالات، كتلعب بالانتصار وكتلعب بالتعادل، بينما الرجاء عندها احتمال واحد هو الفوز، وغادي نقول لك لا دابا اللعابه الدراري غيدخلوا باش ينتصروا، الى لعابه الوداد دخلوا بالهدف ديال غنتعادلوا فكون مأكد غيخسروا الرهان، ولكن الى دخلوا هما باش حتى هما غينتصروا ثق بيا غادي نشاهدوا مقابله رائعه ورائعه جدا، ان الرجاء غتبغي تسجل، الوداد غتبغي تسجل، حتى واحد ما غادي يبغي يرجع اللور، غادي دير الكره دور الكره، يعني كون المحاولات تكون المتعه الى غير ذلك، ونبغيو الايقاع ان شاء الله يكون سير الكلمه اخي مصطفى. واسي حسن تكلمتي على اوناجم، اوناجم خصو ينضبط يا حسنوي، راه السي محمد اوناجم خصو ينضبط، راه كيلعب للوداد راه ما كيلعبش لاي فريق يا اخي، اوناجم خصو ينضبط يا اخي، وبوسفيان اكد الان بكل صراحه فهو احسن من اوناجم، احسن منه اخي، واجد على المستوى البدني كيعاون كيشتات، اوناجم خصو ينضبط وجاب وطاح معاه من طاح مع غاريدو
سمع يكون داير هذيك القضيه ما دايره مع النفطي واحد الوقيته وغادر الملعب، كون على يقين حسناوي يلعب ونجم مابقاش يلعب في الوداد. انا غاريدو كنعرفو وانت كتعرفو حسناوي وكيعرفو كذلك المونتاليتي ديالو والكاركتر ديالو والعقليه ديالو. ونجم لا بغى يلعب في الوداد حسناوي خصو يضرب مع بلاصتو، يضرب على بلاصتو. وراه اللاعب الجيد حسناوي راه شوف اللاعب اللي كيحترم لاعب اخر هو اللي خصو يخلق التنافسيه لراسو اخي، ماشي حيت انا انت ملي كتمشي وكتحتج راه كتقلل من هذاك اللاعب اللي كيدخل في بلاصتك. راه الاحترام واجب يا اخي. ونجم لاعب اللي هو كبير حسناوي، انا متفق مع داكشي اللي تكلمت عليه، انت متفق معاك 100%. انا ما كاينش ان باسور بحال وناجم ملي كيمشي على الاجنحه راه بحال اللي كيعطيك الكرات كلهم اللي كيلوحهم تقريبا اهداف كلهم. ولكن اخي اسمح لي، راه كل حاجه بوقتها، راه كاين واحد الظرفيه خصك تشتغل على راسك. انت ملي مشيتي لمصر رجعتي ما سمي ما ما ما, ما بقاش هذاك وناجم اللي كنعرفوه حسناوي قل. وكنعرفوا انا هذا النوع ديال المباريات ديال الديربي ديال عصبه ابطال افريقيا كتبغي الناس تشتغل. انت تكلمت حسناوي على الفريق الرجاء الرياضي، الرجاء الرياضي خصو مطالب باش ينتصر في هذه المباراه. الرجاء الرياضي ما عندوش اختيار، خصو ينتصر في هذه المباراه. وانت انا متفق معك، الوداد لا جا بهذيك الطريقه. انت قلت الوداد حسناوي كيمشي بواحد النسق اللي هو ثقيل، لا الوداد انا بالراي ديالي على حساب المباريات اللي شفناهم كلهم، فغاريدو لانه مدرب اللي هو ذكي كيلعب بس يحتوي على تنويم المباراه، تنويم الفريق الخمسه الخصم. يعني كيبان لك الوداد بحال اللي ناعس بحال الكره ديالو، ولكن اتونسيون هو كينتظر السي حسناوي الغفله، ولكن كينتظر الفرصه وكيرتب الهجمات ديالو. هو ماشي ثقيل في الهجمه، ولكن الكاريدو فهو الوداد لحد المباريات اللي لعبها كلهم وخصوصا الشوط الاول كنشوفوا بان كيلعب واحد النسق اللي هو ماشي ثقيل، ولكن كيعمل على تنويم المباراه وكيخلي الخصم فريق الخصم يثيق راسو شويه ربما باش يخرج يلعب الكره. وهنا كتكون القوه ديال الفريق ديال الوداد. واحد السي حسناوي، واحد الاخ اسمح لي الله يخليك، جلال الموساوي قال لك اسيدي مقدمه البرنامج هدف ديالو ترويج مغالطات على الرجاء، التحدي كيتكلم على جميع جزئيات عند الفرق الاخرى. شوف اخويا انت ربما كتفرج برنامج ديالنا وحده او كتفرج برنامج، هضرنا على اتحاد طنجه المشاكل ديالها، وهضرنا على الفرق ديال المولوديه وجده، وهضرنا على المشاكل ديالو الماديه، هضرنا على الدفاع الحسني الجديد فاش دار انتدابات المشاكل الماديه ديالو، هضرنا على الفرق الاخرى. اذا انت لا جيتي باغي سميتو تقول لي هذا الشيء، الهضره اخويا احتفظ بها لراسك. انا ما المحم وشباب المحمديه هضرنا على الاضراب ماشي غير اليوم، هضرنا على الاضرابات كذلك على الشباب المحمديه. وتجي انت هاد الهضره اخويا احتفظ بها لراسك، حيت انا كنحترمك راه كنعرفك انت من المتابعين القدام ديالنا، ولكن ما تمرش تبداش تكذب على الناس هنا، حيت انا ما بغاش نبلوكيك، ولكن ما تكذبش على الناس وما تكتبش عليا انا، حيت ملي كنهضروا على الازمه الماليه هضرنا على عقلتي، هضرنا على هوار، وهضرنا على اتحاد طنجه المكسب السابق، وهضرنا على جميع الفرق عندها مشاكل ماديه اللي غرقوا الفرق ديالهم وهضرنا عليها. اذا الله يجازيك بخير، احترمنا خلينا نحترموك، الله يرحم الوالدين. هذا اللي كاين، هذا الراي ديالك انت كتقول، ولكن ما تكتبش شي حاجه الناس باش تغلط الناس هنا اللي كيقراوا التعليق ديالك. اذا تفضل السي حسناوي، عندك شي اضافه بالنسبه للمباراه ديال الوداد الرجاء والوداد؟ تفضل. هذا هو انا مصطفى ما كنتوقعش التعادل غدا. ما كاينش شكون السي حسناوي، عطيني التخمين ديالك بكل صراحه. حيد دابا شوف حنا لا ما عرفوا علاش زعما غادي ننسوا الديربي هذا. حتى مصطفى انا كان شي واحد هذا كيتسمع على القمر بالمنطق ديالو، علاش؟ لا التخمين حسناوي لحد الساعه حتى حنا كنقولوا الراي ديالنا ما كاين لا قمر لا حسناوي. الهدف كيكون واحد ديال الفراقي واحد ناقص على واحد كسبان كتقول هذه غتغلب. واش اليوم لا شتي الرجاء والوداد كتقلب الوداد في البطوله كتلقى النيفو ديالها طالع، كتقلب الرجاء في العصبه كتلقى النيفو ديالها طالع، كتمشي للعابه اللي عندهم بجوج كتعرف بان الرجاء عندها الامكانيات باش تسجل في اي لحظه، وبان الوداد عندها الامكانيات باش تسجل في اي لحظه. كاين الا بغيت تقول لي زعما ونهضروا في اطار التخمين البنيوي، انا نعطيك نقاط مثلا الضعف، احكي لي في التقلب في نقاط الضعف اللي كاينين في الرجاء وفي الوداد. امشي معاك غتلقى بحال غتلقى بان الوداد عندها اشكال على مستوى حراسه المرمى، ما عرفناش الاولى اللي غيظهر بها موقع غدا في ظل الغياب ديال رضا اللي عنده تجربه كبيره وكبيره بزاف، وغتلقى بان فريق الرجاء الرياضي عنده اشكال على مستوى المهاجم الصالح اللي سجل. انا غنعطيك جوج نتائج، انس الرجاء انس كيعطي الثقه لحراسه المرمى، ولكن سامبو كيعطي الثقه للهجوم ديال فريق الوداد الرياضي. انا قلت لك علاش ما كاينش التعادل، لان الرجاء غتلعب الكل غدا ما عندناش خيار اخر.
الوداد بدورها غتبغي يعني تخرج تسجل باش تنتصر، لان الجيش الشمالي كان غتهرب عليها بالنقاط، راه كلهم غيلعبوا على الفوز. الظرفيه اللي جا فيها الديربي الان كنقول لك انا استبعد نتيجه التعادل، استبعدها بالمطلق بالكلمه. الزناوي انا كاين جوج احتمالات، فريق الرجاء الرياضي اللي لعب بهذيك التشكيله ديالو الكامله ولعب بهذيك الطريقه الهجوميه غادي ينتصر على الوداد 3-1. الزناوي الوداد الرياضي لا خرج كذلك يلعب الكره وحاول ما امكن ما يخليش فريق الرجاء الرياضي يدير ديك اللعب ديالو، انا كنكون كنظن انتصار الوداد 2-0. انا نعطي هذه جوج احتمالات حسناوي يقدروا يكونوا، اما الرجاء الرياضي غادي يلعب بديك الكره وغادي يخرج باش يلعب هجوميا ويدير ضغط على وسط ميدان ويخليش فرصه لفريق الوداد، انا كنشوف انتصار ديال الرجاء 3-1. او الوداد الرياضي من الاول غادي يلعب هذيك الكره ديالو، يعني غادي يدخل على ما يدخلش على التعادل، يدخل باش ينتصر وما يخليش الفريق الرجاء الرياضي يديروا اللعب ديالهم. كنظن انتصار الوداد 2-0. هادو جوج احتمالات. انا الاحتمال اللي غادي نقولو غدا كنتوقع بطاقه حمراء بينالتي ضرب الجزاء. اش بينك وبين بيلانتي؟ خليها واش حنا مع الاشيان، والله العظيم ما نبغيش شي، نبغيو حنا الكره تماركاو البلاصه، عندنا ما نديرو بيلانتيات، بعدا ما نديرو بالبيلانتي. لا علاش؟ كاين في ضربه الجزاء كاينه كاينه، ولكن ما بغينا حنا الكره تدخل شي زاويه ولا خطا. انا اتوقع انه تكون ضربه جزاء وكوشي طرد، اتوقع ذلك. هذا هو اللي كان بخصوص المقابله ديال الديربي. شاركونا انتم التوقعات ديالكم باش نمشيو. عطونا توقعات باش نهضروا على الاضراب ديال الشباب.